انت عندك العنصر المادي متوفر بشكل كبير، عندك لعيبه مميزه، بس نيجي نعذره برضك بقاله ماتشين ثلاثه عنده بيعاني من كورونا، في لعيبه عندها كورونا وعندها مشاكل، فكان عنده مشاكل في ناحيه الباك ليفت بالذات. نعرف بقى راي كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحه في الكلام اللي انت قلته ده. كابتن احمد، كابتن احمد ناجي برحب بيك. اهلا بيكم طبعا، والاول بقول لهاني كل سنه وهو طيب. انت طيب يا كابتن حبيبي، وانت وحشني كتير كتير جدا، ومفتقدك. سام ازيك، ويا رب تكون في احسن حال. وحشنا كابتن. الله يخليك، وابو الجميل ابو ال كابتن ناجي. ازي صحتك كابتن حبيبي يا كابتن ناجي؟ لا طبعا يعني نادي سموحه يعني تعرض لسوء توفيق مش طبيعي، يعني يمكن في 3 4 5 تعادلات ممكن يبقوا مكسب، لكن هي دي كرة القدم. وعندنا طبعا جهاز فني رائع بقيادة أحمد سامي مدرب، فعلا من المدربين اللي طبعا اشتغلت مع مدربين كتير وأسامي كبيرة جدا. هو مدرب رائع جدا، وعنده خطة وعنده طريقة شغله، وعنده كمدرب كمان وأحداث تدريبية رائعة. ان شاء الله يبان ده في اللي جاي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله، إن شاء الله متفائلين. كابتن احمد، طبعا كنا بنتكلم على صعوبه الدوري، وبنتكلم على ان الدوري السنه دي كبدايه فنيه اكتر من رائعه، في تنافس شديد جدا. كمان عايز ايد كلامك كابتن احمد سامي، من المدربين الكويسين وعنده فيجن للمستقبل، والاستقرار الاداري والاستقرار الفني بيبقى عامل مهم جدا جدا لنجاح اي فرقه. شايف حضرتك يعني عايز اقول لك كمان باشمهندس فرج مدعمه جدا ومؤمن ودي حاجه طبعا كويسه جدا، لانه طبعا توفير الاستقرار والراحه النفسيه والدعم ده، انت عارف انت مدرب يعني وعارف ده بيعمل اكيد كتير. اكيد طبعا اكيد. كابتن احمد، حضرتك عشت اجواء بطوله مونديال كاس العالم للانديه، وعايز ارجع بقى للكواليس بتاعه حضرتك، تفتكر منها ايه؟ وكواليس حضرتك الشخصيه مع بطوله عالميه زي دي تفتكر منها ايه؟ هو في كلوس مع احمد ابو مسلم نفسه، بس لا يمكن يتقال في التلفزيون اصلا. لا ليه يا كابتن؟ لا 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 لا، معظم الكواليس برضو بتاعت لعيبه الكوره معظمها ما يتحكاش على التلفزيون، مش فاهمه ليه. لما اشوفك بقى بحكي لك. اكيد متاكده هتحكي لي طبعا. هو طبعا يا كابتن احمد بتبقى اجواء جميله جدا، واجواء يعني لا. وكمان احنا كنا في وقت اللي هو بتاع مستر مانو جوزيه، انا رحت كاس العالم للانديه 4 مرات يعني كلهم كانوا في اليابان. كان معانا مجموعه لعيبه يعني مش عايز اقول لك تبقي قاعده على الدكه وحاطه رجل على رجل ومرتاحه وفي اي وقت هيكسبوا، وعندهم روح قتاليه غير طبيعيه وعندهم اصرار، وده طبعا يعني بالنسبه للجهاز الفني وبالنسبه للنادي دي بتبقى حاجه، يعني هو ده التميز اللي كان في النادي الاهلي في الوقت ده. ان شاء الله المجموعه الموجوده دلوقتي عندها نفس الفرصه ان شاء الله، وعندها بس انا بقول يعني حاجه فنيه. انا طبعا اشتغلت في قطر شويه وعارف الامكانيات اللي موجوده هناك، ونادي الدحيل نادي فيه لعيبه على مستوى عالي جدا، وعندهم مدرب قوي وموجودين انجازات صبري اللموشي البرنس التونسي، يعني شخصيه كويسه وقادر طبعا. هو نتائجه في الدوري عامل زي النادي الاهلي كده دلوقتي من دول. هو الثاني على الدوري دلوقتي يعني بعد يعني بس الفرق نقط كتير عن الثاني. كابتن احمد، كنت تتمنى انه الاهلي يواجه الدحيل القطري ولا فريق اخر؟ لا طبعا هو انسب حاجه يعني انسب فريق. طبعا لان طبعا النتيجه في الملعب، والنادي الاهلي يقدر يعمل نتيجه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله كابتن النادي الاهلي يعمل نتيجه كويسه، هتتابع اكيد هذه الاجواء العظيمه لانك عشت فيها فترات طويله. وكابتن احمد ناجي طبعا من الاسماء الكبيره جدا على مستوى التدريب وخبرات كبيره جدا. كابتن احمد يعني ان شاء الله باذن الله رؤيتك للبطوله، النادي الاهلي قادر ان شاء الله انه يوصل لابعد نقطه، انت عارف البطوله كلها 3 ماتشات يعني ان شاء الله. هو دلوقتي عندك بايرن ميونخ بطل اوروبا طبعا، فريق مميز جدا وعناصر مرعبه. الفريق اللي هيتأهل من امريكا الجنوبيه فريق برازيلي، 2 برازيليين صح، واحد منهم هيوصل.
وبرده اتفرجنا عليهم في السيمي فاينل، طلعوا البوكا جونيور وطلعوا فرق قويه جدا الميراس وريفر بليت. اي حد هيتاهل فيهم فهو برده مرعب يعني، وعندهم امكانيات عاليه جدا. لكن ما تنساش ان احنا في احد البطولات خدنا المركز الثالث وعملنا بطوله كويسه جدا، كنا قريبين من قبل النهايه كابتن. فريق انت الناسيونال انت عارف المباراه كانت مباراه يعني قريبه جدا، واتغلبنا 1-0 قريبه فعلا قريبه. لكن هو دلوقتي اللي المفروض يعني يحصل حاله من التركيز العالي جدا جدا ان شاء الله على البطوله 4 فبراير، يعني خلاص ايام يعني. لعيبه النادي الاهلي لازم يبقى الاعداد النفسي ليهم، وانت عارف طبعا قيمه الاعداد النفسي لانه يعني اسم الدحيل القطري في الاول، مش عايزين هم يتفاجئوا بمستوى عالي مش مؤهلين نفسيا، لكن لازم يبقى فيه اعداد نفسي موازي مع الاعداد البدني والفني عشان ان شاء الله يبقى البدايه قويه وممكن نكمل في البطوله بعد كده بشكل جيد. احنا بنشكرك جدا يا كابتن احمد، طبعا مدرب حراس مرمى سموحه والشاعر الكبير كابتن احمد، بنشكرك شكرا جزيلا، كل التوفيق للنادي سموحه. شكرا كابتن احمد. شكرا جزيلا. هنرجع تاني للدوري بمناسبه سموحه، اكتر